النور والسرور، صباح الامل والعمل مريم. اهلا بكافه مستمع اذاعه الحياه اف ام. اذا السوق الاسبوعيه بالوثلاثيه اليوم ارتفاع الصافيه كالعاده في اسعار الخضر والغلال. نبداو مريم الاسعار. الفلفل 3000، الطماطم 2000، بطاطا 1800، بصل 1000، الفول 1800، الجلبانه بين 4000 و 4500 وتمش كميه معناتها متوفره الكميات الكافيه. الكرومبو البروكلو دينار، الثماري 800 مليم، اللفت 800 مليم، المعدنوس يوصل كل كلاف 500 مليم، القرع احمر 2000، البرديان حلو 3000، طمسم 3000، الندمين 5500، التفاح ب 5 دينارات و 10 دينارات، البنان كالعاده 10 دينارات. نمشيو مريم اللحوم الحمراء، الحم بقري مخلص 25 دينار، الهبره 32 دينار، حم علوش 40 دينار، برشن 36 دينار، راس علوش بين 10 و 12 دينار، والدواره 36 حتى ل 40 دينار. مريم الدجاج مذبوح كيلو 9775، سالوب 16790. بالنسبه للاسماك مريم لوراتا بين 13600 و19800، يعني المربي والبشو مربي. التريدي 13600، المرجان خشين 13600، المرجان المتوسط 6800، المرجان صغير 3000، الشورو ب 3000 و 6800، التم ب 6800 و 10800، الزينة عادية 4800، السكومبري 6800، والبوغا 4800 مريم. يعطيك صحة زميل عادل. شنو الأجواء غادي وبالنسبة للنقطة اللي تحدثنا فيها في المرة الفارت على عدم الانتصاب خارج السوق الأسبوعية الجديدة؟ الظاهرة مازالت متواصلة مريم، واليوم السوق حسيت به، يعني داخل السوق حسيت به فراغ برشا. دونك الانتصاب خارج اسوار السوق. خارج اسوار السوق بالفعل مريم. دونك بالنسبه لمختلف التجار، بالنسبه للبلديه قامت بالتدخل، شنو هو الموقف نتاعها؟ بالنسبه للرد رئيس البلديه يقول لك انا توجهت مراسلات للجهات المعنيه، هما لازمهم يطبقوا القانون. ما قاموش بالاجراءات اللازمه. يعطيك الصحه زميلنا عادل لفتيتي مباشره من السوق الاسبوعيه بالوسلاتيه. دونك التمرد على القرارات، نستناو تطبيق القوانين، خاطر اذا كان نحبوا نحسنوا هكا من مستوى البلاد شويه او موا نخضعوا للقوانين ونطبقوها وتكون معناها على الناس الكل تكون معمه كيما اللي هي. فما سوق اسبوعيه موجوده، علاش الانتصاب خارج السوق الاسبوعيه؟ نقطه تطرح نفسها، وهما قالوا لك اللي احنا قمنا بالاجراء اللازمة وعليهم كان يطبقوا القانون. كانت هذه بوان مارشي.